ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة، ومكملين معاك وباقي فقرات نهارك سعيد. وهنسيب شريف يكون معنا. شريف حضرتك معانا مجلس الشورى. كنا بنتكلم في المقدمة وبنقول لماذا عزف الناخبين، او يعني كان في ظاهره واضحه جدا ان الناخبين اختفوا عن لجان مجلس الشورى، واسئله كثيره جدا بتطرح في هذا الموضوع. بس نقول بس يعني حقائق سريعه جدا، ان المرحله الثانيه تم اجراء الانتخابات فيها في 14 محافظه: الجيزه والمنيا ومطروح وبورسعيد وكفر الشيخ وبني سويف والاسماعيليه والقليوبيه والشرقيه والبحيره وسويس واسوان وسوهاج، بالاضافه الى محافظه الاقصر، وده على المقاعد الفرديه فقط. على أن تجرى الانتخابات في الأقصر على قوائم الحزبية يوم 21 و 22 فبراير، وفي 1477 مرشح بيتنافسوا على 90 مقعد، من بينهم 60 لقوائم الحزبية و 30 لقوائم أو 30 الفردي، بمشاركة مختلف الأحزاب وقوى الائتلافات والتيارات السياسية. ومفترض يعني أن تجرى انتخابات الإعادة لتلك المرحلة يوم 22 فبراير الجاري، وليوم واحد فقط على المقاعد الفردية. أرقام كتيرة قوي وكلام كتيرة قوي، ولكن في الآخر مفيش ناخبين. النهاردة معانا ومنورنا الأستاذ الصحفي المتميز جدا الأستاذ أكرم السعداني. صباح الخير، هو يعني منور صاحب بيت. نهارك سعيد. بالظبط، أهلا بحضرتك. تفتكر يعني بداية كده، معلش احنا ندخل سخنين على طول كده، تبرير حضرتك على عدم إقبال الناخبين على انتخابات مجلس الشورى وإقبال المصريين الرهيب اللي شفناه على انتخابات مجلس الشعب؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، المصري عنده حس فطري لا يخطئ على الإطلاق. هو عارف ان مجلس الشعب بالنسبه له هو ده، هذا المجلس له بصمه في الشارع المصري، في الحياه السياسيه المصريه. ده البرلمان، ده اللي بيشرع، مش كده؟ اي مصري النهارده له مصلحه مع اي جهه حكوميه بتتوجه لمين؟ لعضو مجلس الشعب بتاع دايرتك. صحيح. انما عمرك سمعت عن حد توجه لعضو مجلس الشورى بتاع دايرته؟ دي ما حصلتش. الشيء الثاني، ايه هو الاثر الذي تركه مجلس الشورى في الحياه السياسيه المصريه منذ ان اعادوا الرئيس السادات الله يرحمه؟ لا شيء على الاطلاق. طب هي اصلا هي كانت مجموعه، مجلس الشورى بتتمثل فيه، ما انا هقول لحضرتك بتمثل فيه، هي مجموعه من اصحاب المصالح او من اللي كان راضي عنهم السلطان، جابهم هنا علشان يعني يهبروا فلوس ويبقى عندهم يعني يمشوا مصالحهم، وطبعا في سفر وفي بدلات حضور جلسات وفي حاجات كويسه، يعني في حاجات كويسه. يعني اما يكون السلطان راضي عنك، ما يكون السلطان راضي عنك يحطك في الحته دي، حته حلوه قوي، حته كويسه، وما تشتغليش. يعني ناس قاعده بتتكلم وبتقبض فلوس، ناس قاعده بتتكلم وبتمشي مصالحها، فده شيء جميل. احنا بقى بعد الثوره، السؤال اللي بعد الثوره، انا عشان اثبت لك ان المجلس ده ليس له قيمه لا عند الشعب المصري ولا عند اللي بيحكموا الشعب المصري، هم مش قالوا لنا اللي مش هيروح مجلس الشعب هيدفع 500 جنيه غرامه؟ ده فعلا ما قلتولناش ليه اللي مش هيروح مجلس الشورى هيدفع 500 جنيه غرامه؟ لانه انتوا عارفين ان مجلس الشورى ليس له قيمه، عندكم انتوا كمان ملوش قيمه، ولا عندنا. يعني عند الشعب المصري العادي ملوش قيمه. طب ولو كان له قيمه عند الناس اللي بيحكمونا النهارده كانوا اجبرونا ان احنا ننزل. ده صحيح، مش كده؟ يعني كانت يعني كانوا غلظوا الغرامات علينا، كانوا هيجبروك. في ناس غلابه كتير هتقول لك انا ما اقدرش ادفع 500 جنيه، انا هنزل. بس الشعب المصري بحسه ادرك ان هو الشيء الذي يهمه فعلا، والشيء اللي هيجيب اثر بالنسبه له، واللي مصالحه هتتحقق من خلاله هو مجلس الشعب. طب وايه دور مجلس الشورى في كتابه الدستور؟ لا شيء على الاطلاق. وبعدين خلي بالك، ولا مجلس الشعب بيحط الدستور. انا النغمه اللي سايده دلوقتي ان مجلس الشعب، انا عايز فقهاء القانون الدستوري يقعدوا مع ممثلين عن الامه، ممثلين يبقى لهم خبره في، يبقى ناس فاهمين الشعب المصري، يبقى ناس خبروا الشعب المصري والحياه السياسيه في مصر، وعندهم فكره عن 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 تاريخ مصر. يعني يبقى عندهم فكره عن تاريخ هذا البلد. انما انا مش تيار سياسي جه، فهذا التيار السياسي يصبغ الدستور حسب هواءه هو. ما انت النهارده اغلبيه، انت قد يكون الاخوان المسلمين النهارده على عيني وراس، انتوا الاغلبيه، انتوا اللي جابكم صندوق الانتخابات، اضرب لكم تعظيم سلام، بس لا اقبل ان انتوا اللي تحطوا الدستور. لانه من الجائز ان احنا بعد هذه التجربه الديمقراطيه، بعد 5 سنين، سعادتك وحضرتك وانا وجموع الشعب المصري ممكن نشوف ان هذه التجربه فشلت بتاعه الاخوان المسلمين. ممكن ان احنا يعني نغلب اي تيار تاني عن طريق صندوق الانتخابات برضو، مش كده؟ يعني الدستور مفهوم، مش ده حقيقي؟ أيوة. يعني ممكن تجربتهم السياسيه داخل المجلس
تجبر المصريين على انهم ينتخبوا فصيل اخر. اه طبعا. يبقى في هذا الوقت هنغير الدستور حسب الفصيل الجاي ما هيجي؟ لا, لا. يبقى انا بعمل دستور للامه المصريه مش لفصيل من الفصائل السياسيه الموجوده على الساحه المصريه. مش كده ولا ايه؟ صحيح. احنا عندنا دستور 71 قبل ما قبل العبث بدستور 71. هذا الدستور هو افضل الدساتير اللي وضعت في تاريخ مصر. يبقى احنا نشيل منه الحاجات التي اطلقت يد رئيس الجمهوريه ها يعبث على مزاجه في 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 الحياه السياسيه المصريه. ما نشيل يا ستي الحاجات ديت ونرجع لدستور 71 وتجتمع عليه الامه ويعملوا استفتاء عليه. ما نعمل استفتاء عليه زي ما عملنا استفتاء زمان. احنا بنعمل استفتاء للصور بس يا فندم. بس كده بس نعمل استفتاء للصور بس. طيب 50 مليون جنيه دي ميزانيه انتخابات مجلس الشورى. انا اللي سامعه النهارده. لا 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 مليار مليار. لا احنا داخلين في اكتر من 800 مليون جنيه. ايه ده ايه ده النهارده بقى 800 مليون جنيه دول اللي سعادتك صرفتهم. ميزانيه ثانيه واحده بس عشان انا الرقم دوخني. دي ميزانيه الانتخابات ولا ميزانيه مجلس الشورى عموما؟ احنا بنتكلم على تكلفه الانتخابات اللي تم. عامل انت عندك قضاء وعندك مراقبين. بسم الله الرحمن الرحيم. مراقبين طبعا. وعندك في لا وفي شرطه وفي جيش. مش كده؟ طبعا. الناس اللي هم بيكفلوا حمايه للناخبين والفرز. وبعدين عندك لجان للفرز وعندك الحراسات اللي بتاخد الصناديق بعد كده وبتامن عليها. يعني العمليه متشعبه. طبعا. انت صرفت فيها 800 مليون مش كده؟ ال 800 مليون دول حضرتك عندك احزمه ناسفه حوالين القاهره والجيزه متمثله في العشوائيات. عندك المقابر كلها النهارده بقت سكنه للمصريين الفقراء. لو انت عندك حكومه كانوا اولى طبعا. لو انت عندك حكومه رشيده او الذين يحكمون مصر ها غلبوا يعني مصالح الشعب المصري على الاخوان السياسية. لانه انا مجلس الشورى دوت انا مش معترف بيه ولا الشعب المصري معترف بيه. وده دليل انه مش معترف بيه انه محدش راح. لو انت خدت 800 مليون جنيه دول مش كنت عملت نهضه لم تحدث في التاريخ لسكان العشوائيات؟ مش كده؟ لو انت خدت 800 مليون جنيه دول وعالجت بيهم مرضى الفشل الكلوي اللي في ازدياد رهيب في مصر, لو تفتح بيهم كم مستشفى؟ تفتح بيهم كم مدرسه؟ ها؟ تعبد بيهم طرق قد ايه؟ واحنا في امش واحنا في مرحله اشد حاجه للبليم غاز طبيعي للمصريين الفقراء اللي بيجروا ورا انبوبه البوتاجاز بيجيبوها ب 50 و60 جنيه. تدخل لكام بيت مصر تحل لهم مشكله. فاحنا في الاهم والمهم يا جماعه. طب ده بقى يجي لنا سؤال يا فندم, راي حضرتك في حكومه الدكتور كمال الجنزوري؟ الدكتور كمال الجنزوري رجل لا غبار عليه. والدكتور كمال الجنزوري احنا جربناه قبل كده. الدكتور كمال الجنزوري الاداء الذي اداه في الوزاره لما مسكها ومشى منها سنه حاجه و90, هذا الاداء ادى الى ان هذا الرجل حقق شعبيه في لم تحدث من قبل رئيس وزراء مصري. ده صحيح. مش كده؟ ده صحيح. انت بقى مع الاسف الشديد في ايام الرئيس السابق لما كنت سعادتك تحققي شعبيه تبقى انت عدوه النظام رقم واحد. بتتنين فيه على طول في ثانيه. مش كده؟ ما دام حياتي شعبيه. هذا ما حصل شفناه مع كذا حد. لا بس الجنزوري كان مثل صارخ. صارخ صارخ. ده صحيح. يعني الجنزوري كان مثل باين قوي لانه حقق شعبيه ما حصلتش. ده اول رئيس وزراء. انت كان عندك رئيس وزراء قبليه كان نايم كده ولما يجي يقول انا مره شفته وهو بيتكلم في تصريح ومسافر المطار في دبانه جت وقفت على بقه مش قادر يهشها. الدكتور عاطف صدق الله يرحمه مش قادر يهش الدبانه على بقه. وبعدين جاء واحد بعديه ميت باع مصر كلها ها وباع القطاع العام باكمله. مش كده؟ فاحنا ما شفناش في عهد حسني مبارك رجل عليه القيمه غير كمال الجنزوري. اما كمال الجنزوري يجي لسعادتك في هذا الظرف يبقى ده يبقى الظرف اللي هو جاي فيه ده ظرف بتاع واحد انتحاري. ده واحد بيعمل عمليه انتحاريه. صحيح. لا اما ينجح فيها لا اما يموت. لان دي فيها مقتله. دي فيها سياسيا دي فيها مقتله. انت بقى ما بتساعديش كمال الجنزوري في مهمته الانتحاريه. مش عايزين نساعده. انت عندك وزير داخليه جه مسك مصر ومع الاسف الشديد ما كانش عندك امن. كان ضباط الشرطه وافراد الشرطه مش عايزين يشتغلوا. لما جالك راجل حقق شيء من الامن في الشارع المصري انت النهارده منقلب عليه. انت بتحمليه احداث بتاع بورسعيد واعتقد ان لجنه تقصي الحقائق عارفه ان الراجل ده ملوش دخل بيها. هو سياسيا حاسبيه زي ما انت عايزه. انما انت لازم تحاسبي جنائيا الذين تورطوا فيما اصاب بورسعيد. طبعا. لانك انت لما تيجي تتفرجي على الاحداث اللي حصلت من ايام الثوره
لما تيجي تقولي لي يعني ما فيش حاجه اسمها نظريه مؤامره، لا ده في مؤامره، التاريخ كله مؤامرات. في نظريه مؤامره 1000%. بدليل ايه؟ البنت اللي هربت وراحت عملت لي مأساة بتاعه امبابه دي، المأساة بتاعه امبابه اسفرت عن كم قتيل، وكانت وحي امبابه ده حي شعبي، ده حي مالي الارض بتنبت عيال. بتمشي امبابه تلاقي الارض، انت ماشي عادي تلاقي الارض بتنبت لك اطفال. مش كده؟ انت حي زي ده لما تيجي تلعبي لي فيه في الوحده الوطنيه يبقى انت بتحرقي مصر. صح، ادي حاجه. مش كده؟ اللعب بين المسلم والقبطي ده في منطقه، انت عايزه تدمري مصر، ادي حته تلعبي فيها. الحمد لله حكمه الشعب المصري انتصرت على الحكايه دي. ده صحيح. فانت رحتي تلعبي لي فين؟ في النادي الاهلي. في الكوره بالظبط، في الرياضه، في الرياضه والنادي الاهلي كمان، مش اي حد. النادي الاهلي ده مش نادي طبيعي. النادي الاهلي ده نادي ظهر. يمثل الوطنيه المصريه. ده نادي خرج ضد الانديه اللي كانت بتلعب ايام الاحتلال الانجليزي. صحيح. يبقى ده النادي اللي اجتمعت عليه الامه المصريه في مواجهه انديه الاحتلال او الانديه اللي كانت بتمولها الانجليز او اللي كانت بتمولها السرايا او اللي كانت تابعه ليهم. فده نادي الشعب المصري. انا مش اهلاوي، ولما حد بيلعب ضد النادي الاهلي في مصر بشجع الغلبان. يعني انا طول عمري اشجع الغلبان ده، لان ده نادي مفتري. نادي مفتري في امكانياته، نادي مفتري في جماهيريته. جماهيريه مرعبه 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 فعلا. جماهيريه ما توفرتش النادي في الحياه، ما شفتش كده وعلى مدى السنين. يعني لا تهتز زي ما بيقولوا. وبعدين العشق اللي الناس الاهلاويه بيعشقوه للنادي الاهلي ده عشق ممتد في جذور في بطن الارض غير طبيعيه. غير طبيعيه. انا مولود في اسماعيليه، فانا اسماعيلاوي. انا طلعت اولادي اهلاويه لان انا ما فرحتش في حياتي غير مرتين. قلت لهم النادي اللي بيكسب هو النادي الاهلي ده، لكن انا لما بيجي فرقه من الفرق الضعيفه بشجع الفرق الضعيفه. يعني اشجع الترسانه ضد الاهلي، واشجع المصري لان عم صلاح السعداني اهلاوي متعصب جدا. فانا ببقى في قمه سعادتي لما الاهلي بيتغلب واضرب له تليفون بس كده، واسمع صوته، واسمع صوته النقيض بقى. فالنادي الاهلي بالنسبه لنا احنا نادي احنا بنقدره وبنحترم، وبنحترم دوره الوطني وبنحترم جماهيريته، ونادي بيشرف مصر ما بيخرج بره. صحيح. طبعا غير بقيه الانديه. النادي يعني، مش انا اسماعيلاوي، احنا بنوصل دايما لنهايات البطوله ونخيب. الحمد لله. الحمد لله على كده قوي. بالظبط كده. يعني انت عارف العرب يقول لك ايه؟ المليح يبطئ. النادي الاهلي حتى دايما تلاقيه احنا في الدور الثاني في الدوري، وتلاقيه رابع او خامس الجدول وفجأة تلاقيه زي الحصان العربي الاصيل وقفز قفزات غير طبيعيه واستولى على الدوري. حلو. النادي ده احنا بنقدره وبنحترمه ليه؟ المصري اللي عايش بره مصر ظروفه بتبقى سيئه قوي، خصوصا لما بتلعبي انديه في الخليج. انت بقى حضرتك محاسبه في شركه او موظفه في اي مكان، في اي مجال، في دوله من دول الخليج. تاكدي انك لو اتغلبتي في ماتش انت ما بتعتبر، لا تعتبر هزيمه رياضيه، هزيمه سياسيه. ده مصر، مصر كسرت. دي مصر بالنسبه لهم اتكسرت. فالاهلي لما بيروح بيشرف المصريين، وده شيء بيسعدني انا وانا مش اهلاوي. في افريقيا الاهلي بيرفع علم مصر. فالاهلي رمز لمصر. الاهلي رمز لمصر. ده يجي لحضرتك بقى نقول انا بقى لما اجي اوقع ما بين الاهلي وبورسعيد يبقى انا دخلت في حته انا ضامن فيها ان انا بكسر مصر. ليه؟ في عداء تاريخي انا مش قادر اعرف سره ايه الحقيقه. وانا حاولت مع عمي صلاح ومع المهندس اسماعيل عثمان فيما يخص النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي ان احنا ندوب الحكايه دي. اسماعيلي والنادي المصري؟ لا انا بتكلم على الاسماعيلي. الاسماعيلي بالذات. هو بصي، هو خط القناه في مشكله مع الاهلي، في مشكله احنا مش عارفينها. يعني احنا حاولنا تاريخية. نرجع حاولنا نرجع لاصولها ايه هي. مش عارفين. بس ما توصلش للدرجات دي يا فندم. ما انا بقول لحضرتك ما يوصلش للدرجات دي. ما انا بقول لحضرتك احنا حاولنا نعرف يعني. انت دلوقتي اسماعيلاويه. فعايزين نروح نقعد مع مشجعين الاسماعيلي نعرف ايه الحكايه. مفيش. فالمهندس اسماعيل عثمان كانت فيه مشكله حصلت وحاولنا نخش فيها، قال ده انتوا هتضربوا ضرب غرائب الابل لو دخلتوا دلوقتي. زي بالظبط اللي عايز يروح دلوقتي يصالح ما بين الاهلاويه والبورسعيديه. مش اولا لو رحت بورسعيد مش هتطلعي سليمه من بورسعيد، ولو حد جه من بورسعيد على هنا مش هيخرج سليم. بنسمع ان هم بيغيروا النمر كمان. بالظبط كده. يبقى احنا نعمل ايه بقى؟ احنا نهدي هذه الاجواء. واحنا مش عايزين كوره. احنا اذا الكوره هتفضي بينا الى انه مصر تتقسم
حسب ما الاخواننا اللي لقوا عندهم خرايط مقسمين مصر. احنا مش هنسمح ان مصر تتقسم. لا طبعا ما حدش هيسمح ان مصر تتقسم، ومصر مش هتتقسم. مصر من ساعه ما توحدت ايام مينا ما اتقسمتش، مصر في التاريخ ما اتقسمتش، عمرها ما اتقسمت. طيب خلينا نيجي بقى للتقرير لجنه تقصي الحقائق في مصباح بورسعيد، راي حضرتك فيه ايه؟ رايي ايه يا ست الكل؟ انا دلوقتي حضرتك طبعا عارف الجهات المعنيه اللي تم. انا حصل لحضرتك سؤال. اتفضل. انت لو سعادتك وحضرتك خدتوا بعض وانتم مشجعين اهلاويه ورحتوا بورسعيد، هل من المعقول او من الطبيعي او المنطق يقول ان انا اخد معايا يافطه مكتوب عليها شعب الباله ما جابش رجاله، بلد الباله ما جابتش رجاله؟ هل ده يعقل؟ وانا رايح في بورسعيد، البلد اللي ما فيش، ما هو اسماعيليه وبورسعيد والسويس دي ما فيهاش يعني ايه اسباب للبهجه ولا المتعه غير كوره. احنا عايشين هنا في القاهره، اسباب البهجه كتير قوي مش كده؟ غير الكوره يعني، في 1,000,000,000 حته تروحي فيها ممكن تلاقي فيها بهجه غير الكوره. انما هم هناك دي بلاد مقفوله، بيناموا بدري. السبب الوحيد، الفاكهه الوحيده بالنسبه لهم هي الكوره، والكوره في الحياه هي بقت افيون الشعوب، هي الكوره في العالم كله. انت دلوقتي هتاخدي بعضك وتروحي بورسعيد وتاخدي يافطه بهذا الشكل تعلقيها؟ ده يعقل؟ منطقيا لا. مش كده؟ يبقى اليافطه، يبقى اليافطه زياده. لا ما انا عشان اقول لك ان في مؤامره. الالتراس مصراوي والالتراس الاناوي. انا عشان اقول لك ان في مؤامره، يبقى اليافطه دي مدسوسه. دي الف به المنطق بيقول كده. تمام. اليافطه دي مدسوسه، دي اول حاجه. الشيء الثاني، انا دلوقتي لما اكون في مدرجات تتقفل عليا بالحام اكسجين لا يمكن كسره. لا ما دي يبقى اذا في مؤامره. طبعا. الشيء الثالث، والنور يتقطع الشيء الثالث، لما يجي ضابط من الضباط المنوب بهم تامين هذا الملعب يروح للقائد بتاعه، وهذا الكلام نشر قبل لجنه تقصي الحقائق، ماليش دعوه بتقصي الحقائق انا، يروح هذا الضابط يقول للرئيس بتاعه المباشر يا فندم في مدرج بالكامل سمحوا لهم بالدخول بدون تذاكر وبدون تفتيش. مدرج بالكامل، اللي هو المدرج الايه؟ انت حضرتك شفتي ورا النادي الاهلي يعني في انت وانت قاعده في المقصوره في جون على شمالك وجون على يمينك. الناس اللي جت دي قطعت الاستاد من الجون ده للجون ده، دي تقريبا 150 متر. انا شفت احمد فتحي بيضرب ولد من بتوع الامن المركزي بيقول له اتحرك اتصرف، كلنا شفناها بالتالي. كلنا شفناها. يبقى هنا في تواطؤ من الناس اللي كانت بتحمي او المفترض انها بتحمي جماهير النادي الاهلي مش كده؟ وفي ناس متربصه بجماهير النادي الاهلي، مش عايزه كلام. وبعدين انت كونك يكون معاك سلاح بتضربي بيه جمهور النادي الاهلي، يبقى كان في تواطؤ لدخول هذا السلاح. وبعدين انا الولاد اللي انا شفتهم هم قيل ان النادي الاهلي كان واخد معاه بلطجيه. انا اقسم لك بديني ان انا بتفرج على الولاد اللي ماتوا انا بكيت. كلنا يا فندم، مصر كلها. انا بكيت لانه الولاد دول ولاد في الجامعات، في اهم جامعات في مصر. وبعد كده وبعدين ده في ولد اسمه انس. ده انت لو جبتي اعتى المجرمين واديتي له مال قارون لا يمكن يقتل طفل عنده 14 سنه. البراءه بتفط من وش هذا الولد. اقتل طفل عنده 14 سنه جاي بيشجع فرقه، دول ذنبهم ايه؟ اللي انا عايز اقوله بقى انه ايا كانت الحقائق اللي هتظهر، مأساة بورسعيد مسؤول عنها محافظ بورسعيد السابق، ومسؤول عنها مدير أمن بورسعيد، ومسؤول عنها قائد الأمن المركزي في بورسعيد، ومسؤول عنها مدير قطاع أمن الدولة في بورسعيد. الناس دي القصاص ينبغي أن يكون من المسؤولين أولا، ثم ثانيا الذين دبروا للمؤامرة والذين نفذوا المؤامرة والذين مولوها. أنا الناس دي بدعوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يجيبهم في ميدان التحرير، يجيبهم ميدان التحرير، وأنه نقتص منهم في ميدان عام. المصري بطبيعته عاطفي، لكن هذه المأساة يعني نزعت من جوانا كل عاطفة. أستاذ أكرم، لا يمكن أن احنا نتعاطف مع هؤلاء أبداً. عايز أسألك سؤال ويعني عايز إجابة صريحة جدا، هل تعتقد أن القصاص ده مش بس في هذه الحادثة، في كل الحوادث اللي شفناها على مدى السنة تحديدا اللي فاتت هيحصل؟ أنا مش شايف أنه هيحصل مع الأسف. وبعدين أنا ساعات بحس أن احنا مش في ثورة، يعني ساعات بحس أنه احنا إيه يعني، أنه يعني الحاجات دي بتحصل وأنه مفيش حد بيحكمنا،
ما هو الحكم يعني ايه؟ انك تسوس الشعب المصري بالحكمه. الحكمه بتقول ايه دلوقتي؟ الحكمه بتقول ان انا ما سيبش اللي حصل في بورسعيد يمر مرور الكرام. طبعا اذا سبته يمر مرور الكرام دي مش حكمه. هما الاقباط دول مش اصحاب البلد اللي احنا عايشين فيها. مأساه ماسبيرو كمان ومحمد محمود ومجلس الوزراء. مش الاقباط دول صحاب البلد اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. طبعا. اللي حصل في ماسبيرو ده يرضي حد؟ ده ما يرضيش المسلمين قبل المسيحيين. ما يرضيش اي بني ادم اصلا. وبعدين انا ما بحبش كلمه شركاء في الوطن، ده احنا مش في شركه. مصر ما هيش شركه. ده هو طبق كلنا. مصر دي ده في ناس دول اللي ما دفعوش الجزيه. ده دول الاغنياء الذين لم يدفعوا الجزيه للعرب. مظبوط. فما تقوليش احنا دم واحد ونسيج واحد وشعب واحد. احنا عمرنا في حياتنا ما سمعنا حاجه. طب اذا لم يكن قصاص هيبقى الحل يعني ايه النتيجه لو ما حصلش قصاص في الجيل ده ولا حتى الجيل اللي بعده؟ يبقى اللي بيحكمنا الفلول. يبقى انتوا تسيبوا بقى السلطه للفلول، لانه الفلول هم اخضر على الحكم، لان بدليل ان احنا بنشوفه انت كل المصائب التي تجرى في ارض مصر انت بتنسبها للفلول. يبقى هم الاقدر على الفعل مش انت. ما تسيب الفلول يحكم اما كنتش قادر. وبعدين الله انا عمال اسمع عن الله والخافي والطرف الثالث كلمه جريئه. هنحضر ارواح عشان نجيب الناس دي يا جماعه؟ انتوا ايه ده اي ضابط مباحث في مصر كان بيسوي الهوايل. اي ضابط مباحث في مصر كان انت كان يجروا خمسه سته يجتمعوا مع بعض في حته. لا امال ايه اللي جرى؟ عشان كانوا عايزين. وبعدين انت القبضه الامنيه بتاعتك انت، انا كل ما بشوف الامن بيقف على حيله انا انا مش عارف بيحصل شيء بيكسر رجلين الامن. انت النهارده جبت الراجل اللي اسمه محمد ابراهيم قوم لك الامن تاني، دي مش عايزه كلام. وفي فتره قليله جبت كمال الجنزوري في فتره قليله جدا اصبح عندك حكومه. انت زي ما يكون ما انتش عايز لا عايز وزاره الداخليه ولا عايز رئيس وزراء حقيقي. ما انا مش عارف ما هو مين اللي ممكن يكون ما هو سؤال برضه بديهي جدا. لو في ايا كان من مسؤوليته ان هو البلد دي هتقوم عشان هو يستفيد، ما هو لازم البلد تقوم عشان هو يستفيد. طب ازاي هيستفيد من بلد اصلا خربانه؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا في ثلاث جهات دلوقتي، ها احنا مشتتين بينهم، وهو المجلس الاعلى للقوات المسلحه وميدان التحرير ومجلس الشعب. مش كده؟ ده صحيح بالظبط. مش كده؟ صح. طيب على الساحه على الاقل الواجهه يعني. انا يعني احنا ليه من الامه دي عدمت يعني انعدم فيها الحكماء؟ ما بقاش عندنا حكماء في الامه دي ولا في؟ فيه يا فندم بس حد بيسمع لهم صامتين او محدش بيسمع لهم. طيب احنا بقى ما تيجوا نعمل مبادره لحكماء الامه ناخدهم. اكيد في حكماء امه في الممثلين وفي القضاه وفي الصحفيين مش كده؟ وفي جهاز الشرطه وفي القوات المسلحه وفي المحامين وفي رجال الازهر مش كده؟ وفي مؤسسات الدوله اكملها. انا اروح اجيب الناس دي وانزل وادعو الى مؤتمر، ها الى مؤتمر ان احنا نعيد مصر، نعيد لمصر بهجتها ورونقها من جديد، ونعيد الالفه للشعب المصري. احنا ننزل نشوف اولا ميدان التحرير عايز ايه. لازم نشوف ميدان التحرير عايز ايه مش كده؟ ولازم نشوف ولازم نوفق ما بين ميدان التحرير وما بين السلطه التشريعيه والمجلس الاعلى للقوات المسلحه، ويكون حكم هؤلاء الحكماء نافذ على الجميع. وبعدين انت عندك الاعلام بتاعك. الكارثه العظمى بقى ان انت عندك التلات جهات المتناحره ديت، في ناس عماله تاجج الخلافات اللي بينهم بشكل غير طبيعي. الفضائيات اللي انت سايبها لصالحها بتنقل المآسي دي على الهواء. انت حضرتك عارف انه بسبب هذه الفضائيات او بفضلها والبوتاجاز اللي هي مولعه 24 ساعه ده، لا بيجي لك لا العرب جم ولا الخواجات جم، ومع الاسف الشديد المصريين اللي في الخليج مش عايزين يجوا. صحيح يا فندم. وبعدين واللي هنا عايز يمشي للاسف. لا واللي هنا بيمشي مش عايز يمشي. وبيمشي اللي هنا بيمشي. اصل في ناس بتزعل مني لما بقول كده. يعني يقول لك يعني إيه؟ انا عايز اقول وليه تطلع تقول كده على الهوا؟ عشان دي حقيقة. هو لازم واحد يبص على الحقيقه ويعمل نفسه عبيط؟ الجهاز اللي عندك ده لما اخواننا خرجوا بمسميات اخرى مش اللي مشغلينه مصريين؟ ليه الناس بتتفرج هناك ما بتتفرجش هنا؟ ليه؟ لان هو هناك قادر على انه يجيب اي ضيف وانه يتكلم الكلام اللي على مزاجه ويسيبه مش كده؟ يعني الراجل بقى وزير الاعلام بتاعنا مطلوب منه ايه؟ انه بس يعمل معادله ما بين الاعلام المصري والاعلام الخاص، بحيث ان انا اسحب البساط منهم، ان انا اقول الحقيقه للشعب المصري واقدر اجيب نفس الضيوف اللي هو بيجيبها. ممكن يقول لي هو عنده امكانيات تجيب، لا انا اخلق امكانيات. انا مش التلفزيون المصري مش فقير
والدوله المصريه مش فقيره. مش ده اللي بيقال يعني. وبعدين بيقال. وبعدين يا سيدي وبعدين بلاش عندك موظفين وعندك 40 طب موظف طب وعندك ما انا هقول لك على حاجه انا اورط لا انا اورط الناس اللي بيروحوا فلوس هناك اورطهم واجيبهم هنا يعني هيجوا بايه انا يجوا عشان خاطر مصر هياخدوا فلوس يجوا عشان خاطر مصر كانوا زمان بييجوا عشان خاطر مصر محتاجه رايه طيب انت مصر دلوقتي زمان. لا انت مصر دلوقتي محتاجه رايك وانا اعمل له دعوه على الهوا انا اعمل له دعوه على الهوا واجيبه ويجوا يكلم الشعب المصري وبعدين انت كمان تفتح قنواتك على اللي بيحصل في ميدان التحرير وتنزل تنقل اللي بيجرى في ميدان التحرير يا فندم واصلا الناس اللي في ميدان التحرير بتقال عليهم بلطجيه و وبتاع عليهم دول ما بيمثلوش الشعب المصري و... ونعمل استفتاء نمشي انا عايز اقول لحضرتك على حاجه اعلاميه وهجمه اعلاميه هقول لك على حاجه ما انت عارفه ان في بلطجيه في ميدان التحرير مش في بنت عندها 7 سنين وثمان سنين واغتصبت داخل الميدان من كذا يوم يا فندم في ما فكرتش بس الالتراس الاهلاوي عمل حاجه جميله جدا النهارده هو رايحين للنائب العام رايحين يعمل مسيره للنائب العام اول حاجه عملها الالتراس الاهلاوي قال لك ايه قال لك احنا هيبقى عندنا امن خاص بينا يمنع انه اي انسان مندس. اخر يندس داخل المسيره بتاعتنا سهله ده صح طيب ما ده صح ده صح ده صح ده صح ده صح الثوار بتوع ميدان التحرير مش قادرين يعملوا الحكايه دي ليه الالتراس اللي هو عارف نفسه بالظبط انما انا ما حضرتك تجي لي دلوقتي انتوا ثوار وانا مجلس سعادتك اقول لك انا سائر هتقولي لي فين بطاقتك لا طبعا انا هثبت لك ان انا سائر ازاي ما انا معاك صح ممكن بقى وانا سائر في النص انشيلك اطلع مطوه غزك بيها اعمل اي حاجه ده اي جمع كبير يعني البلطجيه دخلوا مع الثوار بس مش معنى كده انه انا يبقى الوصف العام للي موجودين في التحرير ان هم بلطجيه هو مفيش دليل بقدمه وبعدين الولاد وبعدين الولاد دول يعني شالوا اكفانهم على ايديهم ونزلوا من 25 يناير 2011 بالظبط ولا زالوا محدش قال عليهم بلطجيه ليه لما النظام سقط بقوا بلطجيه استاذ اكرم طب حضرتك توجه الرساله للثوار تقول لهم ايه ورسالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورسالة لمجلس الشعب ما ده اللي احنا قلناه أنا 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 بتمنى إن يبقى في حكماء أن الراجل اللي اسمه رجاء عطية ربنا يديله الصحة وطولة العمر يا رب طبعا أتمنى إن أشوفه في الإعلام المصري ده الراجل ده من أحكم حكماء هذا البلد والراجل ده فقيه قانوني لم يتوفر لنا من قبل ويعرف يتكلم لانه انت المهم مش لازم تبقي انت فاهمه لا طبعا لازم تبقي تعرفي توصلي اللي انت فاهماه ولا مش اعرف ان انت فاهمه ازاي الراجل ده بيفهم وبيعرف يتكلم ربنا مديله ملكه الكلام يا ريت نسمع الراجل ده عندكم تجيبوه ويختار الراجل ده مجموعه من حكماء المصريين وننزل لميدان التحرير وميدان التحرير دوت الولاد ما عندهمش مانع ان هم يتكلموا لا خالص طب ولو لأنه مفيش لو تم حرقه زي ما حرقوا ناس كتيره جدا قبل كده يا فندم لو تم حرقه يعني لو كسب ارضيه لان ده حصل على مدى السنه اللي فاتت في شخصيات نزلت وكسبت ارضيه على مستوى سواء الميدان او سواء المستوى الاعلامي والسياسي والاجتماعي اتحرقوا بقى اللهو الخافي مش عارف نظرات التخوين فلما بقى نجيب الراجل الطيب ده وبعد كده يتحرق هنعمل ايه انت في قناه انت عاملها بتذيع اللي موجود في مجلس الشعب على الهواء مش كده؟ ايوه ايه المانع ان انا القناه بتاعتكم دي ها تاخد المبادره وتذيع المحاورات دي على الهواء بحيث انه ايه؟ انه انا لما اجي انا كسائر اطلب طلب ها من الممكن تحقيقه ويقف ضدي طيار ما في مجلس الشعب يبقى الشعب المصري هنا اكتشف مين اللي بيعطل المسائل ها؟ إذا اتفق الثوار واتفق مجلس الشعب والمسألة توقفت عند المجلس العسكري يبقى أنا عرفت مين مش كده؟ الشفافية يبقى أنا دلوقتي عندي 3 جهات أنا التلفزيون بالنسبة لي هو اللي هيبقى الفيصل وصيت. الشعب المصري كله من حقه بقى أنه يعرف الحقيقة صح. إنك كل شوية تقعد تقول لي الله الخفي لا أنا آسف مصر مش هتحمل أنت بقى عندك 14 مليار دولار الاحتياطي بتاعك انت هتفضل ورا اللهو الخفي لحد ما نشحت باين كده اولا العالم العربي مش باين كده يا استاذ انا بس هتجنن من فلوس دي مش لسه صارفين فلوس احنا على مكتب صوره 50 مليون ولا 800 ولا مش عارف اي مليار بقى كام مليار ولا مليون والله العظيم بجد وبعدين انت بقى في نغمه عندك مع الاسف لا بالظبط يقول لك البلد هتفلس وعندنا يعني احنا دلوقتي احنا لولا الثوره ما كانش جه المجلس العسكري للسلطه مش كده ولولا الثوره ما كانش جه مجلس الشعب بتياراته التيار الاسلامي اللي خرج من السجون والمعتقلات ها للمجلس التشريعي لولا الثوره ما كانش ده كله حصل ده فعلا مش كده طيب ما نشوف الثوره دي عايزه ايه يا جماعه يعني لولا هذه الثوره ما كانش الناس دي جت طبعا يبقى الناس ديت هي الاقدر بانها تحل مشاكل الثوار
يمكن السائر دوت يعني، يعني انت مش نزار قبالي قال لك نزق الثوار، نزق اللي هو الحمق، ممكن يكون في حمق ثوري، ممكن، وده طبيعي في هذه السن لازم يبقى في حمق ثوري طبيعي. ما نقعد معاهم ونشوفهم عايزين ايه، حياتك شيء حياتك شيء. انا بقى مش هقعد لحد العالم العربي مش عايز يديك فلوس. الامه العربيه اللي مصر ضحت علشانها ها من سنه 48 لحد يومنا هذا، الامه العربيه يعني دخلت عنك. انا برضو هرجع واقول مش عايزين فلوس من حد، بدل احنا عندنا فلوس معانا 800 جنيه لنصرف مجلس الشورى بالظبط كده. يعني خلاص يعني واضح كلام واضح، واضح كلام واضح وصريح. وبعد يعني كده اذا كان انت عندك مبادره وطلبنا من المصريين في الخارج ان هم يساعدوا البلد، ما حدش هتقف. في راجل عمل فكره عبقريه، انا ما اعرفش هو مين، اللي خصص اراضي بالدولارات دي، قال لك هتدخل 8 لا هنا للمصريين في الخارج. قال لك دي يعني ثمن الارض بالبنى هتدخل لمصر 15 مليار دولار. وبعدين في حاجه اهم من ده كله، احنا عمالين نقرا عن الثروات اللي هربت من بره مصر. ليه ليبيا قدرت ان هي تحصر ثرواتها وعرفت ثرواتها فين وهتجيبها؟ ليه ما كانش في قرار تأميم؟ قرار تأميم زي بتاع جمال عبد الناصر. وبعدين لا انا هقول لك على حاجه، في راجل اسمه محمد حسنين هيكل، ده اعظم صحفي انجبته هذه طبعًا الامه مش كده. الراجل ده قال حسين سالم خرج من مصر في ايام الثوره الاولى مع 450 مليون يورو بقفله البنك المركزي في صناديق راحت على الامارات العربيه المتحده. سلطات الامارات عرفت ان الصناديق دي فيها فلوس. فطلبت الكشف عنها، فاكتشفتها ان هي بالسيلينج بتاع البنك المركزي الاوروبي. بعد اتصالات مع القاهره حطوها في البنك المركزي الاماراتي. الفلوس دي فين؟ هو ده صعب، مش دي فلوس خارجه من مصر يا ناس يا فندم. في مصالح، في مصالح يا فندم. صعب والله. لازم نخلص، احنا لازم نخلص الكلام. محدش بيخلص والله. قعده حلوه جدا جدا. طب ما تخلينا ما تسيبوا التلفزيون. احنا عايزين نكمل بس عندنا فقره تانية مع عايده وكلهم بره عمالين يقولنا يلا يلا. استاذ اكرم يعني اعتقد ان اهم ما من طبعا الحوار كله مهم، بس اعتقد اهم حاجه كانت في الحوار دوت فكره ان فعلا ان احنا ننده او يعني مبادره بالحكماء في هذا الوطن ان هم يكونوا موجودين. يا ريت تتبنوا يا جماعه الموضوع وبوسيط محترم وبشكل محترم، مش بتجنيب ومش بتطبيع. لانه بص ما فيش حد بيكره مصر، بالتاكيد ما فيش حد فينا بيكره مصر، لا اللي موجودين في التحرير بيكرهوا مصر بطريقته. بس في حد بيحب مصالحه اكتر. بالظبط. ما هو ده ينكشف بقى، ده ينكشف بقى للشعب المصري. احنا بنغلب مصالحنا ولا عايزين مصلحه الوطن؟ احنا الوطن في خطر والله. في وفي انت مصالحك ممكن فيه. انت مصالحك تحققها في اي وقت، انما مصر دلوقتي في خطر. انتشل مصر من خطر وحقق مصلحتك احنا بعد كده براحتك. استاذ اكرم السعداني بشكرك جدا يا فندم، انا متعه جدا 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 تاني. يعني انت زي ما انت صاحب بيت، انا شفت امركم يعني. دايما ميرسي يا استاذ. الله يحفظك، شاكر فضلك. هنروح لفاصل ونرجع تاني مع عايده، خليكم معانا.